سؤال: وش احتاج عشان اصير ستريمر مع جودة محترم؟ لو ما عليك جواب بالتفصيل احتاج كل معلومة منك، الله يطول فيها الكلام نايف، بس ابدأ واستمر. اهم شيء الصوت يكون كويس، الصوت اهم من الفيديو. يعني في ناس كثير يحسب الصورة اهم من الصوت، لا، الصوت اهم شيء. وهذا مو معناه لازم تشتري مايك وست اب سيستمز وكذا، وهذا لا، جيب سماعة، يجيب هيدسيت وسماعتها كويسة وما في طقطقة وما حد يسمع صوت الكيبورد وكذا، وبعدين سوي جدول وامشي عليه. جدول مو معناه لازم تسوي ستريم 12 ساعة في اليوم، لا، عادي 4 ساعات في اليوم، 3 أيام في الأسبوع يكفي، لين تتعود نفسك، تعود جسمك، تعود مواعيدك، بعدين تبغى تزيد زيد، بس لا تبدأ من البداية كل يوم ستريم وأحلق نفس يوم، وبعدين كونسيستنسي، بس ثلاث الحاجات البسيطة هذه. أول ما هتبدأ حياتك استريمية أنت ما تعرف إيش تبغى، ما تعرف إيش شخصيتك هتكون، هل هتكون شخصية، هل هتكون على طبيعتك، هتلعب اللي الناس يبغوه، هل هتلعب أنت اللي تبغاه، هذا كله ما تعرفه. فست شهور بعد ما تسوي استريم وبعدين تعرف نفسك وتشوف جمهورك، هتبدأ تقرر تمشي في طريق، وبعدين تسوي أبجريد للستريم من دخل الستريم بس. عادي صوت سماعة قيمة أقل من 100 ريال ما يفرق، أهم شيء الكلام واضح وما في، يعني ما في أصوات إزعاج هواء وكذا، هذا أهم شيء الصوت، أهم شيء. وعادي سماعات مرة كثيرة يعني تعطيك الإمكانيات هذه، ما يفرق السعر. مش تتفرج على براند البطولات، مش عارف ما يتلعبش ليش. براند من الشامبيونز اللي التعامل معاه جدا سهل في الكوردينيتد بلاي، ما أبغى صعب الموضوع عليك. الفكرة فيها براند is not a roaming champion، الرول حقه في البرو بلاي عامة يكون يعني ما له أدفانتج مرة كبيرة في ميد ليت جيم. الليت جيم بوتنشال حقه على أساس والله يقدر يقتل أربعة أو الخمسة لازم كلهم يكونوا كلمبت فوق بعض ويقدر يسوي عليهم دامج، مرة سهل يتعاملوا معه في برو بلاي. في الثالث ما عنده موبيليتي مرة كويسة، ففي اللين حقه مرة سهل يو أبيوزهم وتطلعوا برا الجيم وما تخليه يوصل للباور سبايك سيناريو الكبير حقه. تلاحظ ثلاث أرباع الميد لينرز مرة كويسين في الجيم تلاقيهم، يعني إن كان سواء كنترول ميجر، يعني اللي هم في نفس الفئة اللي هي الكنترول ميجرز، موبيليتي حقتهم يا عالية يا الرينج حقهم مرة عالي، يقدر يخليهم يجلسوا سيف ويلعبوا في الليل مرة كويس. هي does not fit البرو بلاي ستايل أصلا نهائي. ممتاز. كيف عرفنا انه حيوصل ليفل 6؟ يعني سولو لينرز يوصلوا ليفل 6 مع كل مينيون ويف يجيبوا ليفل تقريبا، المينيون ويف السادسة كبيرة يوصل ليفل 6 فيها، تقدر تلعب حوله فيها حتى تبدأ حيوصل قبل اللي قدامه. قلت حقتي كان باقي لها دكة، لو جات أن أظني حسوي دامج مو طبيعي، بس أديت شت داون حرام ببلاش.
What the fuck is that? GG ثور. دوبل كيل بعد ما قتلهم رجع. اي باي باك يا اخي. البرونز يبقوا برونز والله، حتى لو يعرف يتحرك بالشامبيون ما يعرف ايش رجع عمه دحين. ثور ببلاش قاتل اربعة ترجع لي كلش، فهمني دوبني كنت جالس امدحه ما يستاهل. نيو سجش متى البطولة العربية الجاية؟ والله ما ادري. ما يدري، ما اعلنوا لسه، لما يعلنوا كلنا حنعرف ان شاء الله. المفروض في الشهرين الجايين يعني. ده حنمشي على نظام كل سنة يبدأوا في مارش في ابريل. اوكي. امدحي نفسك كده على طول. قمر التويتش وصلت. نعم نعم. طب تقولها يا اخواني، اذا حضرت الشياطين ولا اذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين؟ What is the best way to know my mistakes؟ تتفرج على مبارياتك حبيبي. And you actively look at عندنا تندنسي احنا البشر سبحان الله، لما اطالع في نفسي ما انتبه للغلطات اللي يسويها مقارنة لما اطالع في ناس تانيين. فcritical eye، العين الكريتيكية ما ادري ايش بالعربي، وتتفرج على جيمك بعد جيمك وتمسك تحاول تحلل المشاكل. شوف وانت تبدا بالحاجات البسيطه، يعني الحاجات اللي هي جدا واضحه وصريحه. كل موته متها مثلا يجولي متعلقه بسبب. احنا دائما اي موته تموتها انت تقوم ترميها على التيم، انا مت بسبه هذا ولا شوف انت ايش سويت غلط بغض النظر عن التيم ايش سوى، ولا تطالع التيم ايش سوى عشان انا سويت كذا عشان التيم سووا. لا ابغى طالع ابغى تفكر فيها انا ليش سويت زي كذا، وما والاجابه ما عمرها تكون عشان التيم. لو كانت عشان التيم هذه اجابه خاطئه. هذا ما زال تحت. طب الله يخرجنا. روح عساك البلا. عنده ألتي. موت. يول دايما يول دايما يول دايما. I am dead. وفاهم يا قناص.